مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذا اللقاء اليومي المتجدد دائما على كل خير، حلقه جديده معكم مع الناس. في حلقه الليله ان شاء الله نحن على موعد مع العصف الذهني والفكري وحوار مهم حول موقف الازهر الشريف من التكفيريين، وهل هم مسلمون ام خارجون عن الاسلام، واسباب اتخاذ الازهر الشريف لهذا الموقف واصراره عليه، وما يجده موقف الازهر تحديدا من هجوم من جهات مختلفه، سواء بسبب مكانه الازهر الشريف ومركزيته في حياتنا الدينيه أو بسبب تأثيره في المحيطين المحلي والدولي. من هذا المنطلق نتحرك باتجاه مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالموضوع كأسباب الرغبة في الحصول على فتوى أزهرية بتكفير التكفيريين والجدوى من وراء فتوى بهذا المعنى، وأيضا نبحث في مدى تأثير ذلك على الصورة الذهنية لجماعات العنف والإرهاب في المجتمعات الإسلامية المختلفة. كل هذه الموضوعات أو النقاط سنطرحها لنقاش مع ضيفينا الكريمين اللذين سنسعد بهما بعد قليل، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. قبل الوصول إلى الفقرة الحوارية، عادة معنا مجموعة من الأخبار نبدأها هذه المرة من موقع مصراوي. وفاة الفنانة شادية عن عمر ناهز 86 عاما، حيث توفيت مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض الفنانة شادية بمستشفى الجلاء العسكري، وذلك عن عمر ناهز 86 عاما. وتؤدي أسرة الراحلة صلاة الجنازة على جثمانها غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة. ولدت الفنانة الراحلة في 8 فبراير عام 1931، ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما. اسمها الحقيقي فاطمة أحمد شاكر، قدمت خلال مسيرتها الفنية التي قاربت على حوالي 40 عاما، قدمت حوالي 112 فيلما وعشرة مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة. وتعد الفنانة الراحلة من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلا في الأفلام العربية، فضلا عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربي. وطني أغلى وطن في الدنيا، وطني العالي الحرية. ورحلت شادية الجميلة الطيبة المصرية الأصيلة، النموذج المجسد للفنان حين يحترم نفسه وفنه وجمهوره، ويقضي حياته باحثا عن كل جميل ومبتعدا عن مواطن القبح، وساعيا في كل الأحوال إلى رضا ربه. رحلت شادية لتسقط في نهاية الخريف ورقة أخرى جميلة من شجرة الفن المصري الأصيل. مصطدى شرقي ولا صدى غربي، يلي ترابك كحل العين، يلي هواك هيطرب يحيني. يرحم الله الفنانة الراحلة شادية. وذكركم بأنه ستؤدى صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة غدا بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة، لمن أراد أن يشارك في تأدية صلاة الجنازة والمشاركة في جنازتها، يرحمها الله رحمة واسعة. الخبر التالي من اليوم السابع، القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث بعث الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1439 من الهجرة. الوطن، المتحدث العسكري تدمير 8 أوكار إرهابية والقضاء على 3 تكفيريين في سيناء. أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة أنه في إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة في مكافحة النشاط الإرهابي، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من القضاء على 3 تكفيريين والقبض على 5 آخرين وضبط عربة ربع نقل بها كمية كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة في وسط سيناء. وأضاف في بيان صادر عنه صباح اليوم الثلاثاء أنه تم تدمير 8 أوكار وعربة دفع رباعي و3 دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية، كما تم ضبط عربة نقل محملة بكمية كبيرة من المواد المخدرة. المصريون، الأزهر يبني مسجدا وعددا من الآبار لمسلمي الروهينجا.
حيث قرر الأزهر الشريف بقيادة الشيخ محمد العبد رئيس وفد قافلة الأزهر الإغاثية لمسلمي الروهينجا بناء مسجد على نفقة الأزهر الشريف، إضافة إلى حفر عدد من الآبار بناء على احتياجات اللاجئين. وأضاف العبد أنه تم تأجيل سفره لمدة يومين حتى يكمل تلك المهمة. مبتدأ نتابع منه هذا الخبر. الداخلية تعلن تصفية 11 إرهابيا وضبط 6 آخرين، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط خلية إرهابية مكونة من 6 عناصر تخريبية كانت تخطط لارتكاب أعمال إجرامية. تم تصفية 11 إرهابيا في مداهمة لوكرين إرهابيين في 10 من رمضان والإسماعيلية. وذكرت الداخلية في بيان لها اليوم الثلاثاء أن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد تحرك لبعض قيادات المجموعات الإرهابية في شمال سيناء يستهدف تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة المسيحية للتأثير سلبا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد، فضلا عن تكليف بعضهم بتوفير وسائل الدعم اللوجستي لعناصر الرصد والتنفيذ. الأهرام، مجلس الأمن يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مسجد الروضة. فقد وقف أعضاء مجلس الأمن الدولي دقيقة حدادا على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء وأودى بحياة 305 أشخاص، فضلا عن إصابة 128 آخرين. وأدان مجلس الأمن الهجوم الإرهابي أمس خلال جلسة مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، نظرا لأن الأمم المتحدة تغلق أبوابها يوم الجمعة بسبب عطلة في الولايات المتحدة. من الدستور الأعلى للإعلام يدعو العرب لتنحية خلافاتهم والتركيز على خطر الإرهاب. دعا مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العرب لتنحية كل خلافاتهم والتركيز على التصدي للخطر الأكبر وهو الإرهاب. وقال مكرم في كلمة له في افتتاح الدورة الثامنة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب اليوم الثلاثاء إن الإرهاب خطر حقيقي وعلى كل مواطن عربي، مشيرا إلى أنه وصل لدرجة استهداف المصلين في مساجدهم، بل إنه يمنع حتى إنقاذ أرواحهم. وأوضح أنه لا يمكن لأحد أن ينجو من نتائج الإرهاب إلا إذا كنا يدا واحدة. معنا في هذه الجولة التحرير، ونتابع من هذا الخبر. الرقابة الإدارية تضبط عددا من المسؤولين خلال تلقي رشاوى بالمحافظات، حيث وجهت هيئة الرقابة الإدارية ضربات موجعة للقضاء على جميع أوجه الفساد، ونجحت خلال 72 ساعة في ضبط العديد من القضايا في القاهرة والإسماعيلية وسوهاج. وألقت الهيئة القبض على مدير عام بإدارة المشتريات في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتهمة تقاضي رشوة تقدر ب 350 ألف جنيه من صاحب شركة توريدات خاصة تعمل في مجال أجهزة المعامل. آخر ما بين أيدينا من أخبار من صوت الأمة، إحالة أوراق 11 متهما من أنصار بيت المقدس 3 للمفتي. حيث قضت المحكمة العسكرية بإحالة 11 متهما في القضية رقم 2 لعام 2016 جنايات عسكرية شرق والمعروفة عالميا بقضية أنصار بيت المقدس 3 للمفتي، وحجز القضية للحكم لجلسة 20 من ديسمبر القادم. المتهمون وعددهم 11 متهما صادر ضدهم قرار الإحالة، وهم على التوالي: هشام علي عشماوي، شادي عيد سليمان، سلمي سلامة سليم، صبري خليل عبد الغني، محمد أحمد علي نصر، أيمن أنور عبد الرحيم، كمال علام محمد علي، فايز عيد عودة، إسلام محمد أحمد الدسوقي، أحمد فؤاد، أحمد عبد الغني، هيثم رمضان، علي أحمد. كده مشاهدينا الكرام بننهي هذه الجولة الإخبارية السريعة. نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعده نبدأ معكم النقاش في واحد من الموضوعات المثيرة سواء على مستوى الشارع وحتى بين أوساط المثقفين وكل من يهتم بمتابعة ملف الإرهاب. نتحدث عن المطالبة من بعض أصحاب الرأي أو بعض الأشخاص، مطالبة الأزهر الشريف بضرورة تكفير الجماعات التكفيرية التي ترفع السلاح في وجه الدولة. نقاط كثيرة وأفكار كثيرة مرتبطة بهذا الموضوع نستوضحها بعد قليل في هذا الحوار الخاص جدا، ابقوا معنا.
أهلا بكم. لأن الأزهر ليس مؤسسة عادية، بل هو المؤسسة الدينية الأكبر في امتداد العالم الإسلامي، فقد كان لموقفه من تكفير الإرهابيين والتكفيريين أصداء واسعة محلية ودولية. فما طبيعة هذا الموقف وما منطلقاته العقائدية والفقهية؟ هل يمكن أن يتغير مع تغير معطيات الواقع في الصراع الذي تخوضه مصر والعالم ضد جماعات العنف والإرهاب وجهة نظر الأزهر تجاه التكفيريين؟ لماذا كل هذا الجدل بشأن موقف الأزهر؟ وهل الحصول على فتوى بتكفير التكفيريين يحسم القضية وينهي الصراع ضد الإرهاب؟ أم أنه يفتح دوامات أخرى في مقدمتها إقحام مؤسسات راسخة كالأزهر الشريف في صراع لا طائل من ورائه؟ أسئلة كثيرة إذن مشاهدينا الكرام يطرحها موقف الأزهر من التكفيريين، نحاول مع ضيفينا الكريمين الإجابة عنها في هذه المساحة الحوارية في حلقة الليلة. رحبوا معي بضيفي الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية. أهلا بك فضيلة الدكتور. أهلا بك أستاذ. أهلا بالمشاهدين. رحب أيضا ضيفنا الكريم الأستاذ محمود الشناوي، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بك أستاذ محمود. أهلا بك. أبدأ معك دكتور عبد الله، لأنه يعني مصطلح الكفر ربما يعني بحاجة إلى ضبط من وجهة الناحية الشرعية أو الاصطلاح الشرعي. ما الذي نعنيه بالكفر؟ هو الذي يقصد بالكفر هو الخروج من الملة، سواء كان ذلك بالإعلان صراحة عن هذا الخروج أو بارتكاب أمر من الأمور التي تعد في نظر الدين كفرا، وذلك كالاستحلال الحرمات أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو غير ذلك من الاستحلال الحرمات التي حرمها الدين، وذلك كالأنفس وكالأعراض وكالأموال. فإن أي إنسان إذا فعل ذلك وهو منكر للمشروعية أو لا يعتقد في مشروعية هذه الأمور التي حرمها الله عز وجل يعتبر في عداد من كفروا بالتشريع أو بالدين الذي يحرم هذه الأمور. نعم. فهي الفكرة فكرة الخروج على الدين أو الإنكار ما شرعه الله عز وجل أو فعل ما يخالف هذا الأمر، كما يقال مع الاستهانة. نعم، إنكار المعلوم من الدين بالضرورة كما يقال. نعم. في كلمات محددة. نعم. 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 من له صلاحية أن يكفر أو أن يذهب بأن هذا الشخص أنكر من الدين ما هو معلوم بالضرورة أو أنكر بعض الأمور اللي حضرتك أشرت هو إليه؟ لا شك أن الفعل ذات نفسه بيمثل وقائع مادية يمكن أن ترى. يعني مثلا أنت حين ترى هذا الاستحلال للدماء بهذه الطريقة الوحشية وفي بيت من بيوت الله وفي وقت أداء الشعيرة من شعائر الإسلام وهي صلاة الجمعة، لا يمكن أن ينم هذا العمل عن عقيدة دينية أو عقيدة إيمانية بالله عز وجل، لأنها مخالفة لكل ما شرعه الله عز وجل، ليس في الإسلام وحده بل في كل الأديان السماوية بل حتى والأرضية. نعم. ولذلك يعني في بعض الأحيان بتضيق الجرائم عن كلمة محددة أو عن وصف الكفر. يعني هي المسألة إن فيه الكافر نفسه الذي لا يؤمن بدين سماوي أو حتى دين أرضي، اللي هو الإنسان الملحد الذي ينكر وجود الدين ويعني بيستغل عقله أو حريته في التعامل مع الناس ومع الحياة، هذا الإنسان لا يمكن أن يصل إلى هذا التدني في ارتكاب الجريمة ضد أناس أبرياء، بيبقى عنده وازع أو فطرة ربنا خلقها في كل إنسان بيستطيع أن يدرك بهذه الفطرة ما هو خير وما هو شر، ما هو حسن وما هو قبيح، وبالتالي حتى من غير الدين يستقبح أو يأبى على نفسه أن يفعل هذا العمل. ولذلك كلمة التكفير بتضيق عن هذه الجريمة التي لا يتسع لها أي وصف. يعني هي لو قلنا أنه كافر بمعنى أنه خارج عن حدود الإسلام المعنى موجود، لو قلنا أنه كافر بمعنى أنه خارج عن حدود الأديان السماوية برضو بيضيق تضيق الكلمة عن هذه الحدود، لو قلنا إنه كافر حتى بالقيم الإنسانية الرفيعة التي تأبى على الإنسان السوي الإنسان الكامل الإنسان اللي هو صاحب الفطرة المعتدلة الزكية اللي ربنا فطر الله الناس عليها اللي ربنا فطر الناس عليها، لا يمكن أبدا يتسع هذه لو تتسع هذه الكلمة لكل تلك المعاني القبيحة. نعم. يعني أنا ولذلك أنا لما سئلت عن هذا المعنى قلت إن 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 إنهم أحط من الكفار. يعني كلمة كفر دي معناها
انك انت بتحنط او بتصغر العمل الذي فعلوه، لان حتى الكافر لا يصنع ذلك. يعني كون ان انا اوصفهم بالكفر، هل معنى انهم حكم عليهم بالكفر سيكون هذا العمل مقبول او مبرر منهم؟ من تبتصف واحد بوصف يمكن ان يكون الوصف الذي تخلعه عليه مبرر لارتكاب ما فعل. عظيم. هل لو اطلقنا عليهم انهم كفار او انهم كفار، هل سيتسع ذلك او سيبرر ذلك الجرائم الشنعاء التي يرتكبونها ضد الابرياء وضد اناس يعني لم يفعلوا شيء، مش ليس من هذه الواقعه او من هذه الحادثه الشنيعه، ولكن من قبل ذلك. يعني هم المجرمين اللي كانوا بيفجروا انفسهم او كانوا يضعون القنابل في الشوارع او في امام المساجد او في اماكن التجمعات او على محطات الاتوبيس، او هل كانوا الم يكن ذلك، هل كان بين هؤلاء الضحايا الذين سقطوا شهداء لتلك الجرائم الهربية، هل كان بينهم وبين هؤلاء المجرمين اي عداوه او غضاضه؟ انهم يقتلون لمجرد القتل. عظيم. ودي مصيبه كبيره. يعني انا لا اريد ان نقف كثيرا حول هذه الكلمه، كلمه التكفير، لاننا لو وقفنا عندها لكان ربما يكون فيها تبرير لان يفعلوا هذا العمل، مع ان الانسان الذي لا يؤمن بدين سماوي ولا يؤمن بدين ارضي ولا يؤمن بالاسلام ولا يؤمن بالمسيحيه ولا يؤمن باليهوديه لا يمكن ان يقترف هذا العمل او ان يفعله. عظيم. مهما كانت الظروف والمبررات. استاذ محمود، انا يعني هركز مع حضرتك على الجانب السياسي والتحليلي لفكر او تطورات الاحداث من قبل هذه الجماعات المتطرفه، لكن من المهم برضو في بدايه الحديث افهم وجهه نظر حضرتك او انطباعاتك عن فكره تكفير هؤلاء، خاصه انهم يرفعون رايه لا اله الا الله محمد رسول الله حتى وهم يقتلون داخل المسجد. يعني ربما هذا كان السبب الذي يمنع مؤسسة الأزهر أن تكفر هؤلاء، أنهم يقولون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما إذا دخلنا في قضية التكفير في حد ذاتها، أنا أصلا ضد مبدأ التكفير سواء للمتجددين دينيا أو لمن سبق تكفيرهم من مفكرين كفرهم الأزهر. مسألة الفكر لا نقول الداعشي، لأنه برضو اختصار المسألة في داعش أو القاعدة هذه أمور، هذا إخلال بالموضوع. هذا فكر يحمل عنوان القاعدة، داعش، بوكو حرام، أيا كان المسمى، إنما هو الفكر في حد ذاته فكر في منتهى الخطورة ومنتهى الغرابة. أيضا ربما ساعدني فيما سأقوله أنني عشت وسط هؤلاء في مرحلة زمنية كانوا يسموا نفسهم قبل ذلك دولة العراق الإسلامية، قبل أن تتحول إلى داعش عندما دخلت سوريا وتحالفت مع جبهة النصرة. ولم يكن المقصود إطلاق كلمة داعش، وإنما هو الخروج بمسمى جديد، أولا تنظيم القاعدة ثم بعد ذلك تنظيمات القاعدة في بلاد الرافدين والمغرب العربي وغير ذلك من المسميات، ثم بعد ذلك دولة العراق الإسلامية ثم داعش. المهم أن يكون هناك تطور لهذا الفكر اسميا، ولكن الفكر الأساسي هو فكر التشدد والتطرف الغريب والعجيب. هؤلاء لا ينظرون إلينا ككفار. الكافر ربما تجوز، والدكتور صحح لي الكلام ده لو أنا قلت يعني كلام مش مظبوط. الكافر يجوز دعوته إلى الدين، أما هم يصنفوننا أي حد خلاف ليهم مرتد، والمرتد يقتل أينما وجد حتى لا تجوز استتابته. هم ينظرون إلى مجتمعاتنا إلى أنها مجتمعات جاهلة خارجة عن الملة، لذلك يجوز قتلها والتنكيل بها. أيضا أذكر واقعة حدثت في أحد مناطق العراق عندما كنت هناك، كانوا يطلقون لما عندما ثار عليهم الناس و يعني كاد تنظيم دولة العراق الإسلامية أن ينتهي، فخرجوا إلى الصحراوات خارج المدن وصاروا يقذفون تلك المدن التي كانت تأويهم بقذائف الهاون وكافة أنواع القذائف. فعندما سألت الناس هناك قالوا أنهم يقولون مبدأ غريب جدا، يعني قلت إذا كانوا هم يريدون أن يقتلوا من قتلهم ومن حاربهم من شباب ورجال، فما ذنب المرأة؟ ما ذنب الطفل؟ ما ذنب الشيخ العجوز؟ عندهم مبدأ غريب جدا كانوا يقولونه، أينما وقعت نفعت. خد بالك من الكلمة، أينما وقعت نفعت، أي أنها أيا كان من ستقتل فهي نافعة. هذا الطفل هو ابن المرتد وسيكون مرتدا مثله، هذا البيت أو المنزل الذي فيه سيدة أيضا
هو من أملاك المرتدين، فأينما وقعت القذيفة وأينما قتلت وأينما وجدت على مسجد على مزرعة على أي شيء نفعت. انظر إلى الفكر المتطرف الذي كما تفضل أستاذنا حتى عند الكفرة غير موجود. فمسألة التكفير يعني خلينا نحدد الأمور، أنا ضد مبدأ التفكير، لأنه من يكفر؟ من لديه السلطة أن يكفر إنسان؟ وبالنسبة لداعش أو تنظيم القاعدة هم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهناك ربما حادثة شهيرة إذا جاز لنا أن نقولها، عندما قتل أحد الكفار ولكن بعد أن نطق الشهادتين، نعم، وربما أنب الرسول من قتله وقال أدخلت شققت صدره، يعني هذا يعني هلا شققت عن قلبه، هلا شققت عن قلبه. إذن مسألة أنه يقول لا إله إلا محمد رسول الله هذه يستند إليها الأزهر، وربما أستند أنا في كل ما يمكن أن يكفر من متشدد ديني أو حتى متشدد طيب. فكري يساري بأي أفكار. طب لعل حضرتك طرحت نفس السؤال اللي سألته على فضيلة الدكتور عبد الله، من يمتلك سلطة التكفير أو يعلن أن هذا كافر أو غير كافر؟ مع إقرارنا بمداخلة حضرتك الرائعة أنه يعني الجرم الذي ارتكب أكبر بكثير من خطيئة أو خطأ الكفر وإنكار الدين يعني، نعم، لكن يبقى السؤال من يعلن أن هذا كافر وهذا غير كافر؟ لها جانبان، الجانب الأول جانب في القلب، محله القلب، لأن مسألة الإيمان والكفر دي محلها القلب، ولكن قراءة ما في القلب لا يعلمه إلا الله عز وجل. إحنا نستطيع كبشر أن نحكم على ما في القلب من خلال السلوكيات التي تظهر على الإنسان، فإذا كان الإنسان يرفع شعار التوحيد ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يأتي من الأفعال ما يناقض ما يردده، أنا أستطيع أن أقول عليه أنه أخطر من الكافر، بل يعتبر هذا نوع من أنواع النفاق اللي هو أحقر من الكفر، لأن الله عز وجل حين تحدث عن المنافقين قال إنهم في الدرك الأسفل من النار. ولذلك أنا الذي أملكه أن أقول إن هؤلاء منافقون يتلفظون بلفظ الإسلام وينطقون بالشهادتين، ولكنهم يأتون أفعالا تناقض هذه الشهادة وتخالف مبادئ الإسلام ومبادئ الأديان السماوية كلها، والمنافق أخطر من الكافر. وبالتالي هذه المسألة من المسائل التي يجب أن تكون محددة في نظر من يشاهد هذا الكلام، يعني أو التوصيف الدقيق من وجهة نظرك لهؤلاء هو منافق ليه؟ لأن أنا ما الذي يعلم القلوب هو الله عز وجل. أنا لن أعلمه كبشر سواء كان الأزهر أو غير الأزهر يرى ما الأفعال الظاهرة لهؤلاء الناس، وأنا آسف أن أنا أقول عليهم الناس لأنهم الإنسانية حتى أو الانتماء إلى وصف إلى مجموع الناس لا يستحقون هذا الشرف، وبالتالي هم بيرتكبوا أعمال بيستحلوا ما حرمه الله عز وجل. يعني لما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهؤلاء يسعون إلى القتل ولا يسعون إلى الصلاة، وبيقتلوا مين؟ يقتلوا الذين يسعون لذكر الله عز وجل. وبعدين ربنا بيقول وذروا البيع ثم هم لا يذرون البيع، لا يذرون القتل. يبقى أنا إزاي أحكم على هؤلاء الناس أنهم ينفذون دينا أو يحتكمون إلى دين أو يحترمون حتى مجرد دين أو يحترمون الرسول الذي جاء بدين أو يحترمون حتى وجود الله عز وجل، حتى ولو قالوا إننا نؤمن بالله ورفعوا شعار التوحيد وصنعوا رايات سوداء عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. وبعدين في حاجة، يعني هو الإنسان إذا كفر غيره، دلوقتي هم فعلا يكفرون المجتمع، وعلى فكرة نحلة الجماعة الإرهابية دي منذ أن ظهرت في أوائل القرن الماضي أو في عشرينات القرن الماضي، وهم يصنفون الناس إلى فسطاطين أو إلى صنفين، الصنف الأول كافرون وهؤلاء هم مجموع من لا ينضمون معهم في الجماعة، دي مسألة مفروغة، وهم أعلنوا عن هذا الأمر منذ البدايات، ولكن الناس ما كانوش بيتنبهوا إلى هذا الأمر، كانوا يغمضون الطرف عن كثير من الخزايا التي يقوم بها هؤلاء المجرمون، نعم، بسند أنهم ينشروا الدين أو أنهم بينشروا الدعوة. وكان حسن البنا في بداية عهده متلون، يعني كان إذا يسأل عن الجماعة دي فيقول إن إحنا صوفية، إن إحنا جماعة دعوية، إن إحنا كشافة، إن كل حاجة
كان إذا سألته عنها يقول إننا جماعة بتجمع بين كل هذه الأنشطة الدينية، فكل واحد صاحب ميول دينية كان يتعاطف مع هذه الجماعة ويناصرها ويؤيدها، ما كانش الناس يعرفوا إنها ستتطور إلى هذا التطور الخطير وستنحدر إلى هذا المنحدر الوقح الذي يستحل الحرمات ويستبيح ما حرمه الله عز وجل. وبعدين هم في البداية صنعوا ذلك، يعني صنفوا الناس إلى فسطتين، ويمكن في البداية وأنا قلت القصة دي أكثر من مرة إن هم عملوا مؤتمر في بداية ما نشأت هذه المجموعة وقعدوا بحثوا هذه المسألة، وكانت من منطلقات هذه الجماعة ومن دستورها إن هم تساءلوا، يعني عملوا يمكن مؤتمر كبير جدا وتساءلوا في العنوان اللي كانوا مختارينه وهو الإخوان المسلمون. الإخوان الألف واللام هنا يعني كان محور المؤتمر كله بيدور حول معنى الألف واللام. هل الألف واللام دي للجنس فتعم كل المسلمين ويكونون هم ومن سواهم في مظلة الإسلام أو في رابطة الإسلام، أم أن الألف واللام للعهد ويكون المسلمون هم وحدهم الذين يتصفون بهذا الوصف؟ وبعد هذا المؤتمر انتهوا بنتائج إلى أن الألف واللام للعهد، يعني هم البيعة. المسلمون فقط وأن ما عداهم من الكفار. وبمقتضى هذا المبدأ الراجل الإرهابي الكبير الذي نظر لهم وطوع لهم بفتاواه وبأفكاره اللي هو سيد قطب ابتدأ يعتزل المجتمع ويتهمه بالكفر ولا يصلي امتنع عن صلاة الجمعة واعتزل بيته، واعتبر أن الدعوة بحاجة إلى إنشاء من جديد وأنهم يعيشون في مجتمع جاهلي. وبدأت هذه الأفكار تتطور إلى تلك المسميات الكثيرة التي يحار الإنسان في فهمها والتي تحير من يريد أن يتتبع فكر هؤلاء الإرهابيون، حيث يصنفون أنفسهم إلى مجموعات وإلى مسميات كلها تختلف في المسمى وفي الشكل ولكنها تتفق في المضمون وفي الهدف، وهو القتل والتخريب واستحلال الحرمات والخروج على كل مبادئ الأديان السماوية والأرضية أيضا. نعم. فضلتك تحدثت عن الإخوان، ولكن المتصدر المشهد الآن تنظيم داعش القاعدة، هل هذه التنظيمات خرجت من رحم الإخوان؟ لا، هم المنشأ الأول لهم والمصنع الأول الذي فرقهم رحم الإخوان. رحم الإخوان، نعم، هم نشأوا فيه وترعرعوا في أحضانه وتربوا على أفكاري اللي أفكار التكفير. ما هو الفكر من البداية وما زال حتى الآن. داعش نفسها تلامس فكر نفس الإخوان، نفس الفكر، وهو ما كانوا جابوا القرضاوي وغيره كان جاب يعني الإقرار من هؤلاء الناس أنهم يتبعون الإخوان وأنهم رضعوا لبن الإرهاب من الإخوان. يعني هم معروفون بهذا الأمر، وهذا شيء يعني من النظر الأول أو المبدئي يمكن أن تدرك هذا المعنى. يعني لما تشوف الجريمة الأخيرة دي، لما ناس يهاجموا المصلين الداخل المسجد ده، داخل وهو ينوي التقرب إلى الله عز وجل، الإنسان من أول ما تبدأ خطوته نحو المسجد بيبقى عاقد النية إنه رايح يعبد الله عز وجل ويؤدي حق الله تبارك وتعالى. تتخيل إن هؤلاء المجرمون يتصيدونه وكأنهم في معركة حربية، أناس آمنون ينوون التقرب إلى الله ويصطحبون أبناءهم وأطفالهم ويذهبون إلى المسجد فيصطادونهم بهذا الأسلوب الحقير وبتلك الجريمة الخسيسة. يعني ماذا تسمي هؤلاء؟ يعني هل كلمة التكفير ووصفهم بالكفر هل سيمتص هذا الألم وتلك الحسرة التي نشعر بها لفقد هؤلاء الشهداء وأن يلقوا ربهم بهذا الأسلوب البشع وهم يعبدون الله عز وجل؟ هل لما نطق عليهم وصف التكفير سينتهي الأمر وسيبقى الفعل اللي فعلوه مبرر أو له وجه من وجوه التخريج؟ يعني أنا لا أريد عفوا لا أريد أن نجر الناس إلى مصطلحات تخرج الحدث عن مضمونه. ليس يعني الحدث فقط، كل ما ارتكبوه، ليس الحدث الأخير فقط أو الحدث الأخير، لكن نعم، كل ما فعلوه على امتداد اللحظة اللي هم وجدوا فيها وابتلينا بهم، كل ما فعلوه ربما يعني زي ما حضرتك مشكورا أشرت، الكفر يتضاءل حجمه أمام ما يرتكبوه. يعني ده الشيطان يخجل مما فعلوه. لكن لكي نحسم هذه المسألة، واسمح لي أن ألح أيضا في هذه النقطة، من بيده أن يعلن تكفير شخص دون غيره بغض النظر عن هذه التنظيمات أو غيرها، لكي نمضي قدما خطوة للأمام باتجاه من يطالب الأزهر بتكفيرهم؟ هل الأزهر بشكل واضح وصريح هو المعني بأن
يطلق على هذا كافر وهذا مؤمن؟ لا، ليس الأزهر هو الذي يملك ذلك. أنا أقول المبدأ الذي يملك حقيقة هذا الأمر هو الله سبحانه وتعالى، مرده إلى الله سبحانه وتعالى، مرده إلى الله عز وجل. لكن إحنا ولكن نملك, ماذا نملك ماذا أن نعاقب يا سيدي. ليه نترك المقدور ونجادل في غير المقدور؟ إحنا لسنا قادرين على أن نقرأ ما في القرآن، ده أمر لله عز وجل، والله هو الذي يفصل بين الناس يوم القيامة. مسألة التكفير دي مسألة إذا أطلقت على عينها هتبقى فوضى، لأن لن يقتصر على هؤلاء المجرمين، بل سيتيح فرصة لأي حد أنه إذا وجد أمرا من آخر يحكم عليه بالكفر ويستحل دمه وعرضه وماله كما فعل هؤلاء المجرمون. فنحن لا نريد أن نفتح أبوابا للشر. صحيح. وبعدين حسبهم أنهم حكموا على أنفسهم، لأن هم كفرونا، هم يعتبرونا كفارا. وكان في النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الرجل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هم اعتبرونا ونحن من أهل التوحيد ونعبد الله عز وجل ونصلي ونقيم الصلاة اعتبرونا من الكفار. يبقى إذا كانوا يعتبرون من يؤدي الصلاة ومن يشهد أن لا إله إلا الله كافر، يبقى هم الكفار، لأنهم هم الذين حكموا على غيرهم بالكفر، فكأنهم قد حكموا على أنفسهم من خلال هذا الأمر. وحسبهم هم أنهم قد حكموا على أنفسهم بالكفر لحين اعتبروا المسلمين من أهل القبلة الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اعتبروهم من الكفار واستحلوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم على هذا النحو. فحسبهم أنهم قد حكموا على أنفسهم بهذا الوصف. وزي ما حضرتك أشرت، لعل يعني غلق هذا الباب أيضا يدرأ فتنا كثيرة، لأنه في فترة سابقة أحد هذه التنظيمات تحدثت عن إيمان المصريين وقالت أنه إيمان المصريين ناقص، فلعل غلق هذا الباب من الأفضل، لأنه الإيمان لا يعلمه الله سبحانه وتعالى، نحن لا نفتش على ضمائر الناس أو قلوبهم. شوف، لو فتح هذا الباب لكفروا كل من لا يروقهم عمله. يعني ممكن يكفروا على الصنعة، فيعتبرون مثلا العاملون في حقل الفن كذا ويصنفون، وممكن يصنفوا علماء الأزهر على أنه لا لا ربما مسألة محسومة بالنسبة لهم. يعني مسألة لا، أنا بتكلم مع حضرتك أنه فكرة أن الإيمان ناقص، هل في ميزان أنا هوزن عليه إيمان شخص دون غيره؟ هتبقى المسألة فيها فتن كثيرة. خلينا نتكلم بالعقل وبالأحكام الشرعية الصحيحة. الشرع، واحد عمل جريمة الشرع حط له العقاب. كون انك انت هتحكم عليه بالكفر او بعدم الكفر، دي هتفيد في ايه؟ هو ارتكب جريمة شنعاء، انت اللي انت تملكه ان انت تجيبه وتقيم عليه حد الله عز وجل وتعاقبه بالعقاب الذي يردعه، الذي يؤدبه ويردع غيره من ان يرتكب هذا الفعل. ده سؤال يطول في الحديث، انه كيف تتعامل معهم، وده ان شاء الله اسال حضرتك عليه لاحقا. استاذنكم في الخروج الى فاصل واعود اليك ان شاء الله استاذ محمود في مساحه لاستبيان رايك ايضا. فاصل مشاهدينا ونعود اليكم بعد قليل، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا، والحديث يستمر مع حضراتكم حول نظرة الأزهر الشريف للتكفيريين، ولعلنا يعني نجعل النظرة أكثر شمولا وأكثر عموما، نظرة الإسلام أو نظرة الشريعة الإسلامية تجاه التكفيريين كيف تكون. عموما نعود في هذه المرة الأستاذ محمود، وحضرتك مشكورا أنه يعني أنت ضد التكفير التكفيريين، قلت هذا صراحة في الجزء الأول. التكفير بكل أنواع. طيب، تكفيريين أو غيره. كيف يكون التعامل مع هؤلاء، التعامل الأمثل مع هؤلاء طالما أنت ضد تكفير التكفيريين؟ دعني أولا أعلق على بعض. يسيرون السلاح في وجهنا ويقتلوننا ليلة نهار. تمام. دعني أولا أعلق على ارتباطين بتنظيم الإخوان. أبو العلا المودودي اللي هو مؤسس الجماعة الإسلامية، وهذا إمام التكفير الذي يستندون إلى الكثير من فتاوى والكثير من آليات عمله، حتى تتلمذ على يد عبد المجيد الزنداني وهو رئيس فرع الإخوان في اليمن. أسامة بن لادن في الوثائق التي نشرت مؤخرا، نشرها السي آي إيه التي أخذت من معقله عندما اغتالوه، يتحدث عن علاقة ربما روحية بحسن البنا وأفكار سيد قطب وغيره. هذه وثائق كان يتحدث مع العائلة
ومع المقربين عن أنه كيف تأثر بهؤلاء. من كرس تلك الأفكار التكفيرية وهي استنادا إلى فتاوى ابن تيمية ومرورا بأبو الأعلى المودودي وغيرهم من أئمة التكفير، من وضع الإناء الواسع جدا لاستيعاب كل هذه الأفكار هو سيد قطب. هذا الرجل تستطيع أن تقول أنه الأساس في كل السلفية الجهادية الموجودة حاليا. ربما تزداد حدة التطرف في بعض المناطق ولدى بعض الجماعات، ولكن الأساس هو سيد قطب. أحيلك أيضا إلى تنظيم بوكو حرام في أفريقيا الذي أعلن بيعته لداعش. هذا التنظيم من الذي أسسه؟ طلبة الإخوان المسلمين الذين كانوا يدرسون في الأزهر، تمام، الذين انتموا لتنظيم الإخوان عندما كانوا يدرسون في الأزهر، هم الذين أسسوا تنظيم بوكو حرام الذي تكتوي أفريقيا الوسطى وبكل جمهورياتها وخاصة نيجيريا من ويلات العنف لديه. إذن هناك ارتباط عضوي وارتباط فكري وروحي بتنظيم الإخوان كتنظيم، وفكر التشدد الذي سنه أو طوره سيد قطب في مبادئه التي أقرها الحاكمية وتجيل المجتمع وكل هذا الأمر. موضوع الأزهر، حضرتك تفضلت وسألت عن كيف نتعامل معهم. مسألة التكفير أولا هي مسألة سياسية، ربما يرى البعض أن تفكير هؤلاء مسألة سياسية، سياسية ينزع عنهم الغطاء لدى الغرب، لأن الغرب دائما ما يتهم أي مسلم الآن بأنه إرهابي. يعني أي مسلم فينا بالمناسبة دلوقتي إرهابي، يعني ما لا تستطيع أن تقول غير ذلك هناك. وينظرون إلى أي صاحب بشرة لوننا وشعر أسود أو كذا بأنه يحمل داخل جمجمته أفكار إرهابية. فمسألة تكفير هؤلاء الدواعش أو كل تنظيمات السلفية الجهادية، يعني داعش أو أيا كان مسمى، ربما يكون هذا أمر سياسي لدى الغرب، أننا نحن المسلمون من أعلى مؤسساتنا براء من هؤلاء والإسلام بريء منهم. هذا ربما يكون المخرج الوحيد لمسألة التكفير، وإن كنت أيضا لا أقرها، لأنك سوف تفتح الباب واسعا لأمور أخرى كثيرة. وكل من يريد أن يكفر شخص لفعل أو لسلوك أو لخروج أو لأي سبب سيكون يعني له ذلك. بمعنى آخر أنه الحسنة الوحيدة التي ربما نجنيها من وراء هو نزع الخط ونزع الغطاء سياسيا، هو تبييض صفحتنا أمام الغرب. بالضبط. إذا كنت أنت تسعى لذلك فلتقل ما تريد، لأنه في النهاية داعش يعني الإسلام، الإرهاب يعني الإسلام، التفجيرات يعني الإسلام، حسب وجهة نظرهم. حسب وجهة نظرهم. إذا عندما تقول أن هؤلاء غير مسلمين تقول لهم نحن براء كمسلمون، ولكننا لا 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 يمكننا أن نرتكب مثل هذا الفعل إرضاء لمجرد إرضاءنا، إرضاء الغرب وتبييض صورتنا أمامه. هؤلاء المتطرفون المتشددون، يعني أنا أريد أن أخرج المسألة من الإطار الديني، لأن المسألة سياسية. معظم المنتمين لداعش، أولا من منهم بالفعل في الإسلام حديث عهد بالإسلام مثل الغربيين، لذلك يأخذون قشور الدين. وإنما القضية كلها قضية سياسية وقضية نزاع على السلطة وقضية حرب. ودعني أحيلك إلى فكر هؤلاء وفكر الغرب. تذكر نظرية الفوضى الخلاقة، وهي هدم الدول أو المجتمعات لإقامة دول على أسس جديدة من العدل والحرية والليبرالية وكل هذه المسميات والشعارات البراقة. ماذا يقول فكر هؤلاء؟ لديهم نظرية ربما يعني غير معروف، هو يطلق يسمونه أبو بكر الناجي، ولكن من هو أبو بكر الناجي؟ لا أحد يعرف. هو الذي وضع كتاب يسمى إدارة التوحش. معنى إدارة التوحش أننا ندمر مجتمعات أو أجزاء منها، نسقط سلطة الدولة فيها حتى تتحول إلى مجتمعات متوحشة، ثم ندخل نحن بفكرنا حتى ندير هذا التوحش ونخرج منه إلى دولة العدل والحق. وهو نفس فكر، إذا قارنت بين الفكرين ستجده تقريبا واحدة. أين يصطدم الفكران؟ هؤلاء يريدون ما يسمونه دولة الخلافة، وهي دولة العدل البيضاء التي لا شرور فيها. وحتى نصل إلى دولة العدل البيضاء التي لا شرور فيها يجب أن نحرق كل طريق نمر عليه بما فيه. الفوضى الخلاقة أيضا تقول ذلك، أننا نريد أن نهدم دولا تحكمها ديكتاتوريات حتى نأتي بحكام وأجيال جديدة تعمل الحرية والديمقراطية والليبرالية. ما الفرق بين الاثنين؟
هنا هدم مجتمعات وهنا هدم مجتمعات. إذن المسألة سياسية أكثر منها دينية. ربما يأخذ هؤلاء المتشددون الدين كستار ويستندون إلى آيات بالفعل قرآنية ولكنها نزلت في سياقات مختلفة وفي أزمنة تاريخية مختلفة، يستندون إلى حتى أقوال الإمام الشافعي، أقوال كثيرة من أقوال، أنا قرأت أدبياتهم، يستندون إلى فتاوى ابن تيمية التي يدرسها الأزهر، ولكن ولنا هنا ملاحظة ربما يأتي النقاش إليها، يستندون إلى فتاوى أبو الأعلى المودودي وسيد قطب، وهي أفكار تستند إلى آيات قرآنية معينة ووجهة نظر معينة تكفر المجتمع وتجهله وتدعو إلى تدميره لإقامة مجتمع نقي صافي يقوم على الحق والعدل، وهي دولة الخلافة. نحن السبيل الوحيد لنزع الشرعية عن هؤلاء ألا نقول أن هذا صراع ديني بين كفار ومسلمين، سواء نحن الكفار أم هم، سواء نحن المسلمون أو هم، إنما هو فكر سياسي وليد ظروفه ويتم دعمه من قبل أجهزة ودول لا تريد أبدا أن يكون الإسلام هذا الدين السمح الذي ينادي بالحق والعدل وينادي بالتسامح وينادي بأن يكون هناك استقرار وسلام ووئام. يجب أن نحول المسألة إلى أن هذا هو صراع سياسي، وربما هذا يمكن أن ينزع عن الإسلام. يعني لماذا نلبس دائما، نحمل الإسلام كل هذا البؤس وكل هذا الشقاء وكل هذا العنف وكل هذه الدماء؟ الإسلام بريء من ذلك تماما، ولكن لا نكفر حتى لا تنطلق دوامة التكفير وندخل في بحار ربما من الدماء تفوق ما نحن فيه الآن. ولكن يبقى السؤال اللي طرحته على حضرتك برضو بحاجة لإجابة، كيفية التعامل الأمثل معهم؟ لعل الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته التي عقبت هذا الحدث الأخير أشار إلى أنه سيتم الرد بقوة غاشمة. هل مثل هذه الجماعات فكرة أنه يتم التعامل معها أمنيا بشكل أو بآخر أصبحت غير مجدية، لابد من استخدام قوة غاشمة على حد وصف الرئيس للقضاء تماما على هذه التنظيمات، أم إيه الشكل الأمثل من وجهة نظر حضرتك للتعامل مع أصحاب هذا الفكر؟ البعض ينادي بأنه الفكرة تواجه بالفكرة إلى آخر كل هذه الأفكار، لكن سؤال مطروح على حضرتك. شوف فضل. كيف يلجأ الدواعش إلى التجنيد؟ يلجأ الدواعش أو كل تنظيمات السلفية الجهادية التي تدعمها دول وأجهزة استخبارات تلجأ إلى ما يسمى بالسلطة الدينية الوهمية. ما هي السلطة الدينية الوهمية؟ هي السلطة التي يتم التعامل معها عبر الفضاء الكوني ومواقع الانترنت، عبر التجنيد بوسائله المختلفة. كل هذه السلطات ربما تكون غير حقيقية لأنك تخاطب سرابا عبر الانترنت، انت عارف انت بتكلم مين في الانترنت؟ ما انتش عارف، انت بتدخل على موقع بيسحبوك بيفضلوا يتناقشوا معاك لغاية ما تدخل لفكرهم وبيقنعوك. هما بيقنعوكش ان انت رايح تقتل وتذبح، بالمناسبة هم ليست دعوتهم للقتل والذبح، هم يقولون اننا الذين سوف نقيم دولة العدل. لذلك أكبر عملية تجنيد تمت بعد أحداث سوريا، كانوا بينشروا صور الأطفال والنساء. هنا اسمح لي بس أوضح حاجة للمشاهدين، أن هم شايفين نفسهم مجاهدين طبعا بشهادة أحد شهود العيان في مسجد الروضة، أنه سمعهم هم بيقولوا كده، هذا جزاء من يتطاول على المجاهدين. هم يرون نفسهم مجاهدين ويرون نفسهم هم المسلمون الحقيقيون، وكل ما دون ذلك بما فيها ما احترمنا لكل علماء الإسلام المعروفين، هؤلاء هم وعاظ السلاطين أو كفرة من وجهة نظرهم. إذن دعنا حتى لا تطول الفكرة، إذا كانت هناك سلطة دينية وهمية تجتذب كل هذه الأعداد وتدفع من هم بعيدون تماما عن الدين أن يقتلوا أنفسهم بالتفجير وبالعمليات الانتحارية لإقامة دولة العدل، لماذا لا تكون لدينا سلطة دينية حقيقية متمثلة في الأزهر بالفعل تستوعب كل هذا الفكر؟ أنا مع السيد الرئيس في مسألة أن يكون هناك قوة غاشمة، ولكنك لا تحارب جيشا نظاميا حتى تكون هناك قوة غاشمة، أنت تحارب مجموعة من الأشباح. وأذكر مقولة قالها الكولونيل لورانس أو لورانس العرب كما يطلق عليه، أن محاربة التمرد تشبه تناول الحساء بالسكين، انت عمرك ما تقدر تمسكه، انت في النهاية تحارب أشباح الكر والفر، ثم على ذلك يختفون في كل الدروب
الواسع الشاسع والصحراوات وكل مخابئها. إذن الحرب يجب أن تأخذ عدة أشكال. أولها الفكر، لا يجب أبدا أن نترك الساحة لهؤلاء حتى يكتذبوا المزيد، وأفكارهم ضالة وأفكارهم يمكن الرد عليها. لدينا من لدينا ترسانة من العلماء تستطيع أن تنتج ما يفسر للناس حقيقة الدين، تستطيع أن تجدد الخطاب الديني وليس خطبة الجمعة كما يتم الناس معتقدة. يقول لك خطبة الجمعة المسألة أبعد من كده بكتير. يجب أن تقدم تفسيرات تتوافق مع الظرف الموضوعي وتهيئ الأرضية حتى يستطيع الناس أن يكون لديهم قيادات دينية حقيقية، وحتى يستطيع أن يكون لديهم مثل عليا يلجأون إليها ويثقون فيهم، وأن تختفي من على الساحة كل الوجوه القميئة التي ترتدي للأسف زيا شريفا ولكنها من أهم أسباب عزوف الشباب عن معرفة دينهم والانتماء إليه. ومع ذلك بالتوازي مع ذلك استخدام القوى الغاشمة، بدون قوى مسلحة لا يمكنك أن تقضي على هؤلاء، ولكن مع القوى الغاشمة لازم يكون هناك حرب فكرية، ويجب أن نكون مؤهلين. نحن نتحدث كثيرا جدا عن الدين ولكن بنفس اللغة التي لا يفهمها الشباب في الشارع. نحن الآن أنت تتحدث عن دولة كمصر مثلا بها كم مليون، 50 مليون شاب، يجب أن تجد اللغة المناسبة لمخاطبة هؤلاء، يجب أن يعلموا دينهم جيدا، يجب أن يعلموا. لأن للعلم أنا عشت وسط الناس دي، أفكارهم تضحك وفتواهم تضحك وتبكي في نفس الوقت. هؤلاء المتشددون كانوا يوزعون علينا فتاوى، تمام، تقول مثلا أنه ممنوع أن تجلس المرأة على كرسي لأن الكرسي مذكر. طب إذن ليه؟ إذن ليه فقط أذكر مشاهدينا الكرام أنه حضرتك خدت تجربة وجود في العراق لمدة 4 سنين؟ 4 سنين وشوية، 4 سنين توجدت خلال من كم لكم يا فندم؟ من فترة الفتنة الطائفية 2006-2010. فهذه الفترة اللي كانت تحكمها دولة العراق الإسلامية، هذه الفترة أتاحت للأستاذ محمود أنه يتواجد بشكل كبير جدا واطلع على فكرة هؤلاء أو يتعامل معهم وجها لوجه. بالظبط، عشان بس الناس ما تفهمش ان حضرتك كنت مجند. لا 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 انا كنت مدير مكتب وكالة انباشا خاوسة ومراسل صحفي، كان بيوزعوا علينا يعني او حاجات بيوزعوا على المقيمين في هذه الدولة مثل هذه المنشورات، لان كان هناك مناطق كاملة تخضع لسيطرتهم. هناك للأسف الشديد عندما دخلوا الى العراق دخلوا كمجاهدين ضد الاحتلال الصليبي الامريكي اللي هو الصليبي، كانوا يسموه الصليبي. شوف بقى المساله اتحولت ازاي. طبعا انت مجاهد جاي مضحي بنفسك وبمالك وبوقتك وبحياتك علشان تجاهد ضد الاحتلال. ما المقابل من اهل هذه البلاد؟ ان توفر لهم الملاذات الامنه، هذا الذي سوف نتحدث عنه كثيرا. توفر له البيت والغيط والشغل والفلوس وتزوجه كمان. تمام، بعد ان تمكنوا في تلك المناطق بدعوى الجهاد ضد الاحتلال بدأوا ينفذون أجندتهم التكفيرية، وأصبح لديهم معادلة في منتهى الغرابة تؤكد لك وتوضح كيف يفكرون، أن مقتل 9 مرتدين، أي حد فينا كده مرتد، يعادل مقتل صليبي واحد. طب أنت إزاي جاي تجاهد؟ شفت المسألة اتكشفت إزاي؟ بدأ الناس تعرف حقيقة فكرهم التكفيري، وبدأوا بقتل شيوخ العشائر التي استضافتهم والتي أوفرت لهم الملاذات الآمنة. فبدأت الحرب من تلك الملاذات الآمنة. ملاذ آمن يعني إيه؟ أنا بضرب وروح استخبى، قبل ما أضرب بأكل وبشرب وبنام وبعرف الطرق وبراقب وعندي كل الدعم اللوجستي ليا. هي دي الملاذات الآمنة. لذلك يجب مرتزقة طبعا، وهم هنا نفس الحكاية، وجزء كبير من اللي موجود في سيناء أتصور أنه تم نقله إلى منطقة سيناء، لأن طبعا داعش في العراق وفي سوريا كادت أن تنتهي. لذلك يجب أن تكون هناك بالتوازي مع القوة الغاشمة تدمير كل الملاذات الأمنة التي يمكن أن يلجأ إليها هؤلاء. كيف؟ بأن يكون الناس مع الدولة مهما لقوا من عنف ومن تشدد مثل هؤلاء، لأن من أكبر الأسباب اللي خلتهم برضو يعملوا ده إن تلك القبيلة السواركة وهذا وهؤلاء الجزء الصوفي منها الطريقة الجريرية، هؤلاء مع الدولة المصرية في محاربة الإرهاب. عظيم. تمام، بالتوازي مع ذلك ضرب الملاذات الآمنة، توفير بيئة فكرية ملائمة لإفهام الناس
حقيقة هؤلاء وفكرهم الضال، وبعد ذلك القوة الغاشمة التي تغطي كلها. عظيم. فضل الدكتور عبد الله، يعني أعود لحضرتك بهذا المشهد والذي له دلالة كبيرة جدا. بعد لحظات من إطلاق الرصاص بشكل عشوائي على جموع المصلين، دخل أيضا هؤلاء الإرهابيون إلى داخل المسجد ودماؤهم تخوض وأقدامهم تخوض في دماء هؤلاء الشهداء الضحايا الأبرياء. بشهادة أحد الشهود سمعهم يرددون: هذا جزاء من يتطاول على المجاهدين. شاهدهم أو لاحظهم يدخلون يكررون هذا الكلام، وهم يجهزون كمان على من لم يستشهد في لحظته، رافعين رايات سوداء تحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله. إلى أي فكر يستند هؤلاء لدرجة أنهم يرون أنفسهم مجاهدين يقتلون أيضا من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله في لحظة يعني من المفترض أنها لحظة مقدسة جدا أو فترة مقدسة جدا، صلاة الجمعة عيد المسلمين الأسبوعي، ولها خصوصية عند رب العزة سبحانه وتعالى يعني. لعل حضرتك أشرت سريعا أنه جاءوا من رحم الإخوان. الأستاذ محمود أشار إلى أنهم بيستندوا إلى فكر أو بعض فكر الإمام الشافعي أو بعض فتوى ابن تيمية أو بعض فكر ابن تيمية، كيف ذلك؟ لا، هو حكاية فكر دي برضو، أنا اسمح لي هختلف مع الأستاذ محمود في بعض الأمور. يعني أنا كنت أفهم من كلام الأستاذ محمود أنه ينظر إلى هذا الكيان وكأن له تحرك ذاتي أو إرادة ذاتية. يا سيدي، هم مصنوعون من القوى العالمية لاستهداف المنطقة. ففكرة أنهم لهم دين ولهم عقيدة وأنهم بيدعوا الناس، دول صناعة أمريكية وإسرائيلية من أجل تنفيذ المخطط الصهيوني، وهو من النيل إلى الفرات، وده مسألة ماشية. وبعدين هم بيسخروا أولا المسمى الإسلام والجهاد والمفاهيم الإسلامية لتحقيق هذا المأرب، لأنهم يعلمون أنه لا يوجد ما يدفع شخص لأن يضحي بحياته وأن يفعل كل ما يحلمون به إلا باسم الدين ومن خلال الدين ومن خلال الأعمال البطولية، الشهادة والدفاع والجهاد وغير ذلك من المسميات. يمكن إحنا نستطيع أن نفهم هذا الأمر من خلال فكرة الخلافة. يعني فكرة الخلافة، هم يجعلون الخلافة حلم من الأحلام التي يدغدغون بها مشاعر المسلمين، و يعني يجعلونها هدف يستبيحون من أجله كل هذه الحرمات التي يصنعونها. ما ننساش أن هذا الهدف لما تيجي أنت الآن، يعني لما تيجي تربط بين هذا الهدف وبين الواقع، تجد معنى يعلن عن نفسي، وهو أن هؤلاء الناس يستغلون كلمة حق يريدون بها باطل، والباطل هو تنفيذ المخطط الصهيوني. داعش لما أول ما ظهرت، نلاحظ أنها يعني كالمرض السرطاني الذي مسك بأوصال ثلاث دول، يعني ما نشأتش في دولة، جاءت على الحدود ومارست نشاطه، بدأت تتوسع هنا وتتوسع هنا. يعني هي أشبه بالقنبلة الانشطارية التي تضعها إسرائيل من أجل إزالة الحدود ونسف هذه الحدود بين الدول. الحدود دي ما ننساش أنها أقيمت باتفاقات دولية، وأن القوى العالمية التي تجند هؤلاء المجرمين تعلم أن نسف هذه الاتفاقات الدولية وإزالة الحدود من قبل الدول الكبيرة أمر مستحيل من الناحية القانونية ومن الناحية التشريعية، لأن دي اتفاقات عالمية هم مرتبطين بها. فيخلقوا هذا الكيان الهلامي المغيب الذي يعني تصنعه تلك المفاهيم الدينية المزيفة والفتاوى الضالة، وبعدين يقول لك احنا عايزين نقيم الخلافة ونعود بالإسلام إلى مجده الأول. فكرة الخلافة دي معناها ايه؟ معناها ان احنا نعود الى الرجل المريض، مع ان الزمان لا يعود. يعني فكرة الخلافة اللي هم عايزين دولة واحدة وخليفة واحد والحدود دي كلها تنزال وتتغير المفاهيم الدولية والمواثيق الدولية، هذا كلام لا يخدم الا المخطط الاسرائيلي. فدول صناعة امريكية، صناعة صهيونية تريد ان تحقق هذا الامر. انا لا اتصور ان لهم تحرك ذاتي، سواء كان فكرة التوحش التي قال عنها، هي فكرة التوحش موجودة صحيح، لكن هي ليست فكرة ذاتية يا أستاذ محمود. ليست فكرة ذاتية كده، وإنما هي فكرة مصطنعة، لأنها تتفق مع هي الترجمة الإسلامية للفوضى الخلاقة. والتوحش والفوضى الخلاقة ده أسلوب من الأساليب التي تحقق الهدف الصهيوني في المنطقة.
ما فيش، سيبك من حكاية الدين والشعارات الدينية، أنا لا أثق فيها لحظة من هؤلاء المجرمين، لأن دول ليسوا حماة للإسلام ولا يصلحون، هم لا يصلحون أن يكونوا كدول أجراء باعوا أنفسهم لهذه القوة العالمية، بتسلحهم وبتصرف عليهم علشان فكرة إزالة الحدود باسم الخلافة وباسم تلك الشعارات الإسلامية لخدمة المشروع الصهيوني، علشان يمسكوا من أول الفرات إلى ينزل كده لحد النيل. ما هي إسرائيل ما تقدرش تقوم بالعملية دي، لأن إسرائيل بتتظاهر لأنها بتحترم المواثيق الدولية، لكن هي طرف نعم، لكن بضاعتهم جاذبة وخاصة لبعض الشباب، فبدأ المشهد وكأنهم يسندون إلى منهج فكري راسخ. سيدي اتفضل. سيدي أنا لا أريد أن نفهم أن هؤلاء، عشان برضو لما تيجي تحط الحلول ما تفكرش أن أنت قدام ناس يعني لهم نضج عقلي وعندهم عقيدة إيمانية وعندهم مبادئ، كلها مبادئ صناعية، مبادئ صناعية الهدف منها خدمة هذا المشروع. حتى وإن استشهدوا انت هنا، هو في الإخوان في اللي هنا، هو أنت الذين أيدوا هذا التنظيم، ما هو أيدوه لله، ما كلهم كانوا ياخدوا فلوس، الأسر كانت تتعيش من هذا التنظيم وكان له مرتبات، طلبة كان بينفق عليهم وكان بيسكنوا، حتى الشباب الذي لا عمل له كان بيجد عمل، إما مشروعات خاصة، ركوب سيارات، محلات تجارة، صيدليات، كل هؤلاء كانوا ينالون التمويل والخدمة من هؤلاء الناس، ولذلك لما بيخرجوا دفاعا عن قوتهم. مش صاحب مبدأ إسلامي ومبدأ فكرة، قال لك الحكومة قعدت بنا ودول هم اللي شايليننا، دول هم اللي بيوفرون الحياة، فالمسألة مش لله أصلا، مسألة حياة أو موت، المسألة مش لله، المسألة إجرام مستأجر بمقابل، مقابل مادي، المقابل المادي ممكن يبقى فلوس نقدية، الفلوس كانت في الحقائب بتوزع، فكان المسألة وكأنه مش لله. يعني ما تفكرش ان انت قدام ناس اصحاب مبادئ واصحاب فكر وانهم بيرفعوا رايات وانهم يقول لك المجاهدين، كل هذا تدليس، لان فكرة النفاق التي نتكلم عنها، مش الكفر، لا، النفاق الذي يرفع شعار الإسلام ويخرب الإسلام والمسلمين وأتباع الديانات السماوية كلها من الداخل. فأنا الحقيقة أريد يعني أنا أختلف مع الأستاذ محمود في هذه المسألة. الأمر الثاني أن لا فكر الإمام الشافعي، أيوة. يا أخي أنا تربيت في الأزهر الشريف، أنا حفظت القرآن في الكتاب، التحقت بالأزهر الشريف ودرست على نظامه القديم اللي هو 4 سنين إعدادية أزهرية، 5 سنين ثانوية أزهرية، كلية الشريعة والقانون، دبلومات دراسة عليا فقه مقارن، ماجستير مقارن، يعني نظام الأزهر المعمول به زي القوانين القديمة. قرأنا فقه المقارن بجميع المذاهب وبجميع الكتب اللي فيه، لم ننحرف ولم نجد فيها ما يدعو إلى مثل هذا الأمر. كل ما قيل، كل ما كان يقال في هذه الكتب هو نوع من التنظير لحكاية العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين في وقت المنازعات الحربية، وده فقه موجود الآن في الفقه الدولي، زي ما بيقول فقه السلم بيبقى فيه فقه الحرب، والقانون الدولي بينظم علاقة الدول ببعضها في وقت السلم وفي وقت الحرب. كون إن ناس بيجتروا الأحكام المتعلقة بالمواجهات ويجعلوها قانون يحكم التصرفات في وقت السلم، ده تضليل وتزييف للواقع، ده اللي حصل. فالإمام الشافعي تكلم عن أمور واستدل بأدلة، لكن هل كان هذا الأمر في سبيل، في سياق ان هو عايز يقول ان التخريب وان التكفير وان التشدد وهذا من الامور التي يدعو اليها الاسلام؟ لا، هو بينقل حاله زي ابن تيميه، برضو نفس النظام. ابن تيميه له اراء عقليه مفيده جدا جدا بالنسبه لفقه الاسره وقوانين الاحوال الشخصيه، احنا استفدنا منه في قانون الأحوال الشخصية، لكن ما قاله في ما يتعلق بالعلاقات بين المسلمين وغيرهم والعلاقات الحربية بوجه نص كان بالغ القسوة، ولكنه قال في سياق زمانه وفي وقته، ولكن الذين يريد يستغلون كل ثغرة من أجل تحقيق مآربهم يتصيدون هذه الأقوال من الإمام الشافعي ومن الإمام أبو حنيفة ومن الإمام مالك ومن الإمام أحمد بن حنبل والفقهاء اللي جوا بعد كده،
لكي يقولوا إن ذلك هو الإسلام، ليس طعنا في مذهب معين أو في شخص معين، وإنما ليقولوا إن ذلك هو الإسلام. فأنت الحقيقة مسألة الجدال الفكري وإنك أنت تخرج، هم حتى لما بتيجي تتكلم معاهم ما بيسمحوا لكش، هم مفهمينهم إن إحنا علماء السلطة. يعني لما يجي تتكلم مع واحد عشان المعارك الفكرية مش من السهولة إنك أنت تقول آه ده يا سيدي ده أنا بيبقى الطالب قاعد قدامي وهو ينتمي إلى هذا الفكر، وطالب عنده 18 سنة جاي من الثانوية دارس إعدادية 3 سنين وثانوية 3 سنين وقاعد بيتعلم القانون ويتعلم الشريعة. أنت هنا بتتكلم عن الإخوان؟ الإخوان؟ نعم. وتيجي لما تكلمه في هذا الأمر تجد هذا الطالب اللي قاعد بتعلمه يسخر من الأفكار ويضحك لأنه معلمينه إن خلي بالك أنت هتروح الأزهر هيقولوا لك هو عايز رخصة ليقتل، ويقال ده اللي بيقتل عالم، يعني معنى ذلك إنه بيقتل عن بينة، هو لا يريد الشهادة، زي اللي احنا كنا فتحنا لهم الأزهر الشريف من الجماعات السلفية ومن غيرهم، راحوا خدوا شهادات من الأزهر الشريف ومن كلية الشريعة تحديدا ومن كلية أصول الدين، وراحوا يفتون بهذه الفتاوى الضالة، وإذا ما راجعوا ما حد قالوا إحنا معانا علية الأزهر ومعانا عالمية الأزهر. فدي مصيبة كبيرة، يعني مسألة الحوار مسألة يتصور البعض أنها سهلة، لكن في ظل هذا التكوين الفاسد والخطير والسرطاني لهذه التكوينات ولهذه الجماعات بيحولوا بينك وبين أن تصل إلى هؤلاء الشباب. طيب. وأنا أيام المظاهرات ما كانت في جامعة الأزهر كنت لما أجي أتكلم مع بعض الطلبة في المجموعات وأقول لهم ده حرام وما يصحش ومش هو ده الإسلام، كانوا يحرقون فصول الدراسة ويحرقون الكليات ويشتمون الأساتذة ويكفرون آباءهم، هل هو ده الإسلام؟ هل هذا هو الإسلام؟ الإسلام بيقوم على احترام الطالب لأستاذه، على تقديس الطالب لبيت العلم الذي يتعلم فيه، وبيعتبر أن الكلية والمدرسة والمعهد ده يساوي المسجد. هل رأيت في الإسلام حكما يحرض التلميذ الصغير أنه يروح يحرق الكلية ويحرق الجامعة ويحرق المدينة الجامعية وبعدين تسأله يقول لك آه إحنا هنحرقها وبعدين نبنيها، نفس الفكر اللي هم إحنا هنحرقها ونبنيها. يا سيدي انظر إلى القذر اللي كان على الحيطان، انظر إلى سفالة العبارات اللي كانوا يكتبوها على الحوائط، انظر إلى السباب، إلى الشتائم. هل هذه حتى ما تقولش دين، لا تقل دين، الدين يظلم إذا ذكر في مع هذا الانحطاط. تمام. لما تيجي تلاقي الكتابة اللي مكتوبة على الحوائط والقذارة اللي كانوا يا أخي ده كانوا يزيلوا الحوائط يبيضوها يجوا تاني يوم يكتبوا عبارات واقعة لا تكتب من أناس عندهم ذرة من أدب أو من أخلاق. وبعدين تعال شوف انظر إلى الصور والتسجيلات لما كانوا بيخربوا مؤسسات جامعة الأزهر، الولد على الحيطة كالسلحفاة زي البورس نايم على الحيطة ويمزق التكييفات وأسلاك الكهرباء كأن هذه التكييفات غل في غل. شوف السيارات اللي كانوا بيدمروها غل كأنها كأن هذه السيارة مملوكة لرجل عدو لأبيه وبانتقام بحقد وبشراسة. فالمسألة أنا شايف أنا هنا أعيد لحضرتك نفس الفكرة اللي طرحتها عليك، هذا الغل وهذا الرد الفعل على هذا النحو فلوس الفلوس فلوس لكن مش منهج فكري، الفلوس والمدعمة يقول لك هو ده الإسلام. شوف الإسلام إنفاق، استغلوا ما شرعه الإسلام في الصدقات وفي التواصل والتراحم والتكافل الإسلامي من أجل تدمير الإسلام وتدمير المسلمين. يعني هدموا الإسلام بالإسلام، خربوا الإسلام بالإسلام. فأنت ثم بتيجي تقول لي المواجهة الفكرية، المواجهة الفكرية ليست سهلة مع أناس مش متجردين. يا سيدي أنا أناقشك لما يعني أنت متجرد لله وأنا متجرد لله، يعني إنما لما أنت تبقى قابض عفوا يكونوا هم قابضين وتجي تقول له عمره حيصدقك، يعني وأنت لو دفعت له حيسيبهم ويجوا. هي ليست لله كما يصرخون ويعلمون مرارا تكرارا. ساذج من يتصور أنهم يقيمون دولة للإسلام أو يقيمون خلافة أو ينتصرون للدين، هم ينفذون مخطط خدمة لمن ربوهم وأنفقوا عليهم اللي هو خدمة مشروع إسرائيل الكبير من النيل إلى الفرات. طيب. ده المخطط، وإسرائيل مش عايزة تحارب ومش عايزة تعمل ده، هي بتلاقي ناس
بتشتريهم بالفلوس وبيقوموا بهذه المهمة زي الكتاب ما بيقول. طيب اضبط لي هذه الجملة قبل أن نخرج إلى فاصل إذا كان بها بعض ما يحتاج إلى التصويت. هي ليست خالصة لله كما يرفعون، أو حتى لو رفعوا رايات عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو رفعوا المصاحف والصورة من هذا الطالب الذي يخرب كليته أو مدرسته وصولا إلى هذا الذي يقتل مصليا في مسجد وهو بين يدي الرحمن، هم جميعا مرتزقة من أجل نعم. المال زي ما حضرتك نعم. أشرت كده نعم ده صحيح يا سيدي. كنا نراهم يوزعون الأموال جهارا، دي مسألة مش هذه مسألة ترى ولا تحكى، تمام، يعني دي واقعة مادية يراها الكل ويعلموه وهم يقولون ذلك. وأنت تتخيل أن القنوات الفضائية وهؤلاء المذيعون الذين يعني وصلوا إلى درجة من الخيانة والوقاحة لا درجة لا يتصورها أحد، انهم يشتموا في المصريين ويعايروا المصريين ويتطاولوا على المصريين ويتطاولوا على القيادات ويتطاولوا على كل مسؤول شريف حمى تراب هذا البلد من انه يضيع زي ما ضاعت الدول المجاوره. هذا الغل وهذا الحقد، دول بيشتغلوا لله؟ كانوا يا راجل لا يجدون ما يلبسونه هنا. النهارده بتشوفهم بيلبسوا، انا شفت واحد منهم كان شيخا متواضعا رف الثياب، شفته لابس بدله سليم بدلة سليم بما يستحي ابني اللي هو في المرحلة الجامعية انه يلبسها. يعني شوف قد ايه. وبعدين تجد عليهم علامات النعيم وعلامات الثراء، كل المجموعة اللي بتشتم في مصر اللي بيظهروا في الفضائيات، انظر الى وجوههم وانظر الى ما يلبسونه، بيشتم بياخد فلوس. اذا فالمال والسياسة هم من يحركون كل ما نعاني منه الان. نخرج الى فاصل وبعد الفاصل نعود اليكم في حديث متصل في هذه القراءة لحال التكفيريين ووجهة نظر الاسلام تجاههم. بعد قليل نعود اليكم. اهلا بكم مجددا واعود اليك استاذ محمود ايضا بعد الفاصل. خلينا نمسك بالخيط الرئيسي ايضا لانه واضح الموضوع فيه تفاصيل كثيره، وان كنت انت حضرتك دونت بعض الامور تريد التعقيب عليها، لكن بالفعل لكن انا كنت اريد ان اسال عن الازهر الشريف وهذه الرغبه من قبل البعض في انه يصدر فتوى بتكفير هؤلاء. هل تعتقد انه يعني هناك من يتربص بالازهر او يدفعه دفعا لامر ما، ولا حضرتك هتعقب الاول على اولا انت انا راجل دارس اعلام وعمري الان 50 سنه، ربنا يديك الصحه، واتمنى ان انا اعود تلميذ تاني في رحاب الازهر بعد اللي شفته هناك. ليه؟ انا ربما اكون املك مساله الجدال السياسي معهم او مع غيرهم، انما انا اريد ان الجا الى الجدال الشرعي، ولو تتاح لي فرصه في الدراسه الازهر الان لن اتاخر ولو بعد 10 سنين. ما هي متاحه ولو بعد 10 سنين. ممكن انه حد يدرس بعد تخرجه من اي كليه؟ تمام يعني اكيد يعني الدراسه متاحه في الازهر الشريف. فدعني اتمنى لن يعدم اتمنى يجلس تحته اتمنى. اذا هذا الازهر عندما تذهب الى دول ويعرف انك من بلد الازهر، انظر الى كم القداسه الذي يتعامل معك به. ليه؟ لأن أنت من بلد الأزهر. إذا هذه المؤسسة ربما يكون هناك بعض القصور، ما فيش يعني ما نقدرش يا دكتور إن أنا نقول إنها مؤسسة كاملة متكاملة، لا، في قصور وتحتاج إلى بعض التطوير، ولكن هدم أو هجوم أو مطالبة بإنهاء الدور أو تغيير نظام، هذا أمر غير مقبول تماما. هذه نقطة. النقطة الثانية أعكف على كلام أستاذنا الدكتور عبد الله، مسألة اجتزاء الآيات وتفسيرها. أنا قلت في بداية المداخلة أنه هناك استناد لآيات من القرآن، ولكنها نزلت في سياقات تاريخية وفي ظروف كما تفضل دكتور عبد الله، في ظروف الحرب لا يجب أبدا أن تعود بها وتفسرها إلى وقت السلم. هناك آيات أخرى يفسرونها بشكل غريب جدا. كثير من الناس أو ربما الغالبية العظمى يتعجب كيف يقتل رجل أمه أو أباه أو أخوه أو كذا، يا في داعش برضو؟ في داعش، في الفكر المتطرف عامة. هم أنا سألت لأن في أنا التقيت مع واحد يعني قتل قبل أن يتوب يعني، فكانوا هناك آية الآية الكريمة التي تقول وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر وليس اقتل واذبح. هم يفسرونها بأنه
إذا أردت بالفعل أن يكتمل إيمانك وأن تكون بالفعل قوي الإيمان، ابدأ بأبيك وأمك، ابدأ بقتل الأقربين، أبيك أمك أخيك أقرب الناس ليك بقى كده، أنت تبقى أنت كده عطت لنا الولاء والبراء على أبهى صوره. إنما هي الآية الكريمة، هناك من يفعل ذلك، هناك من يفعل ذلك، هو الشاب الذي ثارت الثائرة عندما قتل أمه في أحد ضواحي سوريا، هو يستند إلى ذلك كده. المسألة مش فلوس يعني، لا جزء منها فلوس عشان برضو ما نختلفش كتير مع الدكتور، إنما جزء منها فلوس، إنما جزء الخطورة في إيه بقى؟ الخطورة في إيه؟ بالفعل القيادات صنيعة الغرب وصنيعة أجهزة المخابرات، ولكن الوقود الذي يكمل هذه المسيرة يخلي العربية كده تكمل بالفعل شباب على عقيدة. عشان كده أنا في كتابي عن داعش اسمه داعش خرائط الدم والوهم، ده كان أول كتاب في العالم مرة تانية شباب على عقيدة، على عقيدة. طب بس أنا قلت أن هؤلاء الشباب لا يجب أن نتعامل معهم على طول الخط على أنهم مجرمون، ولكن يجب أن نتعامل مع الكثيرين منهم على أنهم ضحية. هم بالفعل ربما تكون أفكارهم التي اقتنعوا بها ضالة، ولكن هم بالفعل يرون أن هذا هو طريق الإسلام. إذا اكتسبت أنت هذا الشاب واستفدت من قوة إيمانه في طريق الحق، بالتأكيد سيكون قوة مضافة للإسلام وقيمة مضافة. طب هو بيدغدغون مشاعرهم بحلم الخلافة مثلا، يعني بحاجات كتيرة جدا، عشان تقيم دولة الخلافة، بحاجات كتيرة جدا، جزء منها الحور العين وجزء منها إقامة دولة العدل. والدليل على كده يا دكتور لحظة واحدة، طب الحور اللي انت بالبنات اللي بيروحوا يقدموا نفسهم للمجاهدين دول مثلا هيروحوا ايه يعني؟ لا استنى انا هقول لك، بس دول ما بيموتوش صحيح. هقول لك يا دكتور، هقول لسعادتك وهقول للساده المشاهدين الدليل على انهم بالفعل يدغدغون مشاعرهم، ان هناك من ينتمي لتلك التنظيمات. يعني انا من ضمن القصص اللي سمعتها وانا هناك، شاب من عائله ثريه جدا في الخليج دفع $50,000 عشان يروح يجاهد ايمانا منه بان هذا جهاد. فخلينا ما نظلمش، خلينا نفتح الباب انه في ناس بالفعل عندها عقيدة قوية جدا لدرجة انها تؤمن بده حتى وان كانت مغيبة. اذا احنا عقيدة. بقى كمؤسسة ازهر وكعلماء دين حقيقيين وكاصحاب خطاب ديني معتدل ومتطور استطعنا ان نجتذب هؤلاء، صدقني سوف نكسب كثيرا جدا. طب هم رافضين الحوار، يمكن دكتور عبد الله قال لك مجرد مش كله. ان انا مش ان كله. انا عالم من علماء مش الازهر كله. ايوه لان هو بيعتبر ان هو واعظ للسلطان. لا انا وبيعتبر ان هو هتفق مع الاستاذ محمود في حاجه بعد اذنك. كويس ان حضرتك اتفقت معاه. طب يكمل بس فكرته، كمل فكرته. انت لما يبقى الفكره الضاله منفرده بيبقى الاقبال عليها هو السلعه الوحيده، انما لما يبقى فيه ما يضاد هذه الفكره بيبقى في شكل من الاشكال التوجه اليها 100% بيبقى 50%. تمام. ده شيء يعني، ولذلك الحوار مهم طبعا، ان انت تقول الراي بالزبط. والراي الاخر بالظبط. طيب. نعم. طيب. شوف يعني من ضمن الحاجات العجيبه جدا التي عاصرتها بنفسي هناك، كنا ذات مره مع صحفيين اجانب يعني نشاهد مقاطع لتعذيب وقتل، يعني كانت منتشره جدا زي الرنات والاغاني اللي موجوده دلوقتي هناك، كان هو ده تعذيب والقتل والحاجات دي بتبقى على سيديهات او بتمر عبر الموبايلات. فالصحفي الاجنبي طبعا احنا قمنا نصلي تمام الله اكبر، الصحفي الاجنبي سالني انتم عندما تعبدون الله تقولون الله اكبر؟ قلت له نعم. قال له عندما تذبحون البشر تقولون الله اكبر؟ قلت له للاسف. قال ما معنى الله اكبر؟ يعني هل هي عباده ولا هي قتل؟ يعني معناها ايه؟ طبعا انا يعني كل بقى يعني ما اتيت من ذاكرة قرأت قبل ذلك وكيف ان الله اكبر تعني كذا والله اكبر. طبعا الصحفي الاجنبي وقس على ذلك، انا بقول لك ان ده ممثل لكل المجتمع الغربي، هو مش فاهم انتوا ايه بالظبط، انتوا بتقتلوا بالله اكبر تذبحوا البشر بيها ولا بتصلوا بيها، بتعملوا الخير بيها ولا بتعملوا الشر بيها؟ قلت له في النهاية احد قادتكم نابليون بونابرت قال أن النافذة التي تدخل الهواء النقي هي نفس النافذة التي تخرج الهواء الفاسد. هنا الله أكبر يستخدمها من يعبد الله لأنها جاءت للعبادة، ولكن أيضا يستخدمها هذا الضال في تشويه العبادة. فيعني إذن الحوار حتى مع الغرب يا دكتور سوف ينتج الكثير من الفهم. لذلك
أنا أحمل الأزهر وشيوخه وعلماء الأجلاء. أيوه لا نهاجمهم. أيوه أحملهم غرب. المسؤولية قبل أن تحمل الأزهر تفضل. المسؤولية أي غرب تتحدث عنه إذا كنت حضرتك ضمنيا وفضلت دكتور مشكورين أقريت حضرتك أنه هذه التنظيمات صنيعة الغرب. الغرب في أي غرب كحكام أي غرب تتحدث عنه ده كانوا الناس هم كانوا هم صنيعة الغرب. لا 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 لا, لا معلش هنا بقى هنختلف برضو في المفاهيم. الغرب لا يقصد به الحكومات وأجهزة الاستخبارات هذا يعني ليس يعني الغرب. أنت أستاذ محمود لما تقول عليهم إنهم بتنزع عنهم مظلة الإسلام وبتكفرهم الغرب هيعتقد إن خلاص انخلعت عنهم المشروعية بالحوار الإسلامية يا دكتور وأن المسلمين بالحوار برسم صورة ذهنية حقيقية فكرتي وإن كده صورة المسلمين هتبقى أمام لا طبعا لا طبعا وأمام لا إسرائيل الصورة النقية لا لا يعني لا. خلينا نتكلم بوضوح يعني يكون إن أنت تقول إن أنا لو كفرتهم هأخلع عنهم وصف السماحة والمشروعية اللي هم المفروض يكتسبوه من الإسلام وإظهرهم قدام الغرب إنهم لا ينتسبون إلى الإسلام وإن الإسلام بريء من هذا الأمر. هل سيصدق الغرب وهو وهؤلاء هم صنيعته إن الكلام ده صحيح وحيقول فعلا إن الإسلام كويس وإن المسلمين دول لذلك عالي العال وفل الفل وحيبقوا ويحبوهم كده ويتبعوا أهم من ذلك أهم من ذلك أهم أنا وجهة نظري خلينا أنت تتحدث لأن السياسة طيب يا دكتور خلينا أكمل وجهة نظري. أنا أقول أن ذلك يمكن أن يتم مع الحوار ومع إعادة رسم الصورة الذهنية لدى المجتمعات الغربية. هؤلاء صنيعة الأجهزة والمسؤولين والسياسات. ربنا قال وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون يعني كثيرون يعلمون الحق ولكن المصلحة السياسية والمصلحة الكبرى التي يسعون من أجلها بتخليهم يطمسوا الحق وينكروه. معاك من زمن ايام الرسول ربنا الى هذا الامر. معاك يا دكتور. فخلينا بس عشان لما نحل حل بعيد عن الدخول في الايديولوجيات وفي الافكار اللي هي مش ما بتبقاش مباشر للحل يعني احنا عايزين نخش على الموضوع مباشره. صدقني يا دكتور صدقني يا دكتور انا زرت دول كثيره. نعم صدقني انا الحقيقه بحاول ان انا استغل خبرتك في معاشه هذا الامر لنصل أشكال. إلى يعني حجتنا أقوى يا دكتور. فكرهم ضال وكثير من المجتمعات الغربية يمكن التحاور معها على أساس أن ديننا دين السماحة ودين السلام. هم يخاطبون المجتمعات الغربية التي يأتي منها ما يسمونهم بالمجاهدين. هم الناس اللي بتيجي من أوروبا دي عشان تروح تجاهد بتيجي إزاي؟ ما هو من طريق التجنيد جزء منه فلوس وجزء منه لا لأن هناك أسماء لنجوم في مجتمعاتهم وينتمون إلى عائلات ثرية ولا يحتاجون المال ومع ذلك ذهبوا من أجل الفكرة فكرة تحقيق العدالة. يجب أن يقدم الأزهر ويقوم بدوره بالفعل في إفهام هذه المجتمعات أننا نحن أصحاب العدالة وليس القتل والذبح وأنه لا توجد دولة عدالة تقام على أشلاء الجثث وتفوح يعني منها روائح الدم والبارود في الأيام أبداً. الأخيرة رحلت فضيلة الإمام الأكبر لأوروبا وللمحافل الدولية الأزهر بدأ يغزو الخارج يعني النهارده يعني في أمل أهو النهارده لا يعني كلامي مظبوط لا أنا عايز أقول لحضرتك هو ماشي الموضوع ده بس عايز أقول لك ده واجب والأزهر لم يقصر حتى في إعادة النظر حتى في صياغة المناهج وفي تمام. تكوين عقول الطلاب وفي تتبع ما احنا كنا ما كناش نظن ما كانش حد يظن يا أستاذ محمود إن الخطر بهذا الحجم وإن أبنائنا سيسرقون منا ونحن لا ندري وانت عارف إنهم بياخدوا الولد من أبيه يعني أول ما بيروح يعمل اجتماعات معاهم وهو طفل بيخلوه يتخبى من أبيه وينكر الأمر عليه صحيح يعني أول وجوه العداء الأب والأم اللي هم أقرب الناس إليه وبعدين قد يصل الأمر إلى تكفيرهم ووصل الحد في كثير من الحالات إلى تكفير الآباء والأمهات بل والتعدي عليهم بالقتل واستباحة أعراضهم وحرماتهم مش هنا بس في الغرب وفي معظم دول الغرب وصل الأمر إلى هذا الحد فالمسألة مسألة أنه يعني المعنى اللي بيقال أنه المفروض إحنا نعلكن زمان احترام الصغير للكبير ده مبدأ من مبادئ الأخلاق إحنا عايزين نحيي المبادئ الأخلاقية دي أن الصغير يحترم الكبير وأن التلميذ يحترم أستاذه لازم نعيد صياغة هذه الأمور وأن اللاحق يحترم السابق لأن السابق صاحب فضل عليه أنا استفدت من خبرة السابقين لأن المعرفة اللي عندي والعلم اللي عندي هو من تراكم الخبرات السابقة
للأساتذة الذين تعلمت منهم مباشرة والذين تعلمت منهم بطريق غير مباشر اللي هم علموا اللي علمونا، والفضل الأكبر يتسلسل في القوة حتى يصل إلى التابعين ثم الصحابة ثم النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الله الذي أخذ عنه هذا العلم والذي أكرمنا بهذا الدين. فأنت لما تيجي تقطع السلسلة ده إيه؟ وتخلي اللاحق يعادي السابق ويهدي دور العلم ويشتم الأساتذة ويتهمهم بالكفر ويتهمهم بالزندقة، يبقى معنى كده إنك أنت خلاص لم يعد لك مرجعية. مين اللي حيتلقفك ليبث فيك الأفكار الجديدة ويعتبر هو المرجعية لك؟ هو هذا الفكر المخرب الذي يخرب الأوطان ويخرب الأديان ويخرب البلاد ويستحل كل الحرمات والقيم. فالموضوع يجب أن يكون هناك مدخل صحيح له حتى نستطيع أن نقضي على هذا الأمر. تمام، لكن تبقى أيضا فكرة، هل هناك من يعني يريد أن يدفع الأزهر دفعا لإصدار هذه الفتاوى؟ أنا هطرح النقطة دي على حضرتك بعد الفاصل. إذا أنت لي نخرج إلى فاصل أخير مشاهدينا ونعود إليكم بعد قليل، ابقوا معنا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى الجزء الاخير في حلقه الليله. اعود اليك هذه المره دكتور عبد الله، يعني هذه المساله التي طرحتها منذ قليل، فكره انه هل هناك برايك انه من يريد ان يدفع الازهر دفعا الى ان يخرج او يصدر هذه الفتوى بتكفير التكفيريين، ام انه يعني من يذهب الى هذا الراي هو مدفوع فقط بمشاعر الغضب والحزن على من يقع من شهداء وضحايا؟ والله انا اعتقد ان المعنيين او الدافعين موجودين. بس هو المشكلة أن المسؤولية مش مسؤولية الأزهر، المسؤولية المجامع الفقهية منذ عقود بحثت هذه المسألة. لما انتشر فكر التكفير قبل أن تظهر هذه الجماعات الإرهابية بحثوا هذه المسألة وانتهوا فيها إلى قرار أن مسألة التكفير دي بيترتب عليها آثار خطيرة، منها استحلال الدماء والأعراض والأموال، وبيستبيح كل شيء في حياة الإنسان. وهم الإرهابيين بياخدوا من فكرة التكفير هذه، لأنهم قبل أن يعتدوا على ضحاياهم بيبدأوا من هذا المنطلق اللي هو فكرة التكفير. يعني الولد اللي جابوه في من ليبيا، يعني المسماري، الولد اللي مسكوه المجرم اللي كان بيحاوره الأستاذ أديب في التلفزيون، الواد اللي مسكوه في الواحات، قال حاجة محدش التفت ليه، بيقولوا أنتوا بتعيشوا منين؟ قال له احنا بنعيش من الغنائم والصدقات والتبرعات. الغنائم دي هي ايه؟ الغنائم هي اموال المسلمين اللي بياخدوا اللي بيقتلوهم وياخدوها والبنوك. شوف 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 يعني اللص ما يعملش كده. يعني الارهاب اقول لك ايه، ما هم ارهابيين. يعني اي انواع الارهابيين دول، يعني من الذي يصنع ذلك؟ ان يقتل واحد وياخد ماله ويعيش منه. خدت بالك؟ يعني موضوع في غايه الخطوره، انهم بيستحلوا الدماء ويستحلوا الاعراض وطبعا اللي بيستحل الدماء وبيستحل الاموال حكايه الاعراض دي عنده مش حتى مساله هتبقى غنيمه من الغنائم، حتى تجد ان حتى الكلام عن السبايا وعن توزيع السبايا وكانهم السبايا دول زي ما تقول مش بشر. مع ان الاسلام في صورته المتحضره لما يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، يعني عامل الأسير معاملة اليتيم اللي شوف الرسول وصى به وشوف موقف الإسلام من اليتيم. جعل معاملة الأسير في إطعام الطعام، وطبعا إطعام الطعام ده معنى من المعاني، يعني يقاس عليه كل ما يؤدي إلى إحياء الأسير وإكرامه ومحافظة على حياته وعلى آدميته، ودي اللي بينص عليها المواثيق الدولية. ينسوا كل هذه الامور ويجي يقول لك السبايا دي تتوزع. لما تقرا بقى الفقه بتاعهم، يعني السبايا دول يتاخدوا ويوزعوا على الناس كانهم مش بني ادمين، لهم كرامه ولهم اعراض تحمى ولهم دماء تحمى ولهم اموال تحمى. لا، دول استحلال لكل الادميه ولكل القيم الانسانيه اللي ربنا سبحانه وتعالى اطفى عليها الكرامه وامر بحفظها ورعايتها. فالمعاني احنا في حاله فوضى، او الفوضى ايه؟ فوضى في الفهم. ما تعرفش الباس الحق بالباطل، التدليس على الناس، الكذب، خلط الامور ببعضها. يعني احنا امام ظاهره فعلا تحتاج الى
دراسة وتحتاج إلى مجهود كبير جدا في فك طلاسمها وألغازها. فالإلحاح على الأزهر أن يصدر منه هذه الفتاوى إلحاح في غير موضعه. عايز أقول لك المجامع الفقهية انتهت قال لك أن التكفير ده بيترتب عليه حاجات خطيرة جدا جدا وتدخل في صميم المبادئ الإسلامية وفي صميم المصالح اللي الإسلام والأديان كلها ما نزلت إلا لحمايتها. وبالتالي أنت لما تحكم على واحد بالكفر معنى ذلك أن أنت بتستحل كل هذه القيم وتحلل ما حرمه الله عز وجل. فقالوا المسألة لابد أن لا تترك للأفراد ولا تترك للهيئات، وإنما لابد من تحقيق، لأن دي جريمة كبيرة جدا جدا. كنت بتحكم على واحد بالكفر، هذه جريمة من أفظع الجرائم التي يرتكبها الإنسان. طب الجريمة لابد لها من أركان ولابد لها من شروط ولابد لها من ضوابط في الإسناد وفي التحقيق وفي التثبت وفي حتى يصل الأمر في النهاية إلى إثبات أن هذا الإنسان قد تورط في هذا الإسم. طب من الذي يملك ذلك؟ لابد أن يكون هناك قضاء يعرض عليه الأمر ويقرر في النهاية إن هذا الإنسان قد مرق من الملة وأنه خارج عن حدود الإسلام. طيب وده مش الكلام ده مش أنا اللي بقوله ولا الأزهر بيقوله، ده كلام اتفق عليه كبار علماء العالم الإسلامي في المجامع الفقهية وقرروه، أصبح ذلك من القرارات المتفق عليها التي لا يستطيع أحد أن يماري فيها. فلا يجوز للعلماء في الأزهر والعلماء في المجامع الأخرى أو مجمع البعوث والمجامع الأخرى إن المجامع تقول كلام في هذه المسألة الجوهرية اللي القضاء يعني يمكن تتفق الآراء حولها. القضاء هو الذي يقول كلمته، هو القضاء هو الذي يقول كلمته حتى لا يترك الأمر فوضى في يد من يكفرون الناس، يصدرون عليهم الأحكام وينصبون من أنفسهم خصوما وحكاما، ما ينفعش. طيب نعم. إلى أن يقول القضاء كلمته، هذا الذي يرفع السلاح على المسلمين، هل للمسلمين أن يقاتلوه؟ هل هناك سند شرعي؟ سند شرعي أن أقتله أو أقاتله؟ قتاله ليس فيه خلاف، وهو أوضح من الشمس في وضح النهار. لأنك أنت دلوقتي هو حين الإرهابي ده مش بيقتل واحد جريمة عادية، اللي بيقتل واحد جريمة عادية بنقبض عليه وبنحقق معاه وبنقتص منه أو بيحكم عليه بالحكم اللي ربنا شرعه أو اللي القانون قرره، برضو من الأحكام القانونية بتعتبر برضو نوع من أنواع العقوبات المقررة شرعا حين يتعذر تطبيق الحدود وحين يتعذر تطبيق القصاص. لأن كل جريمة حدية أو يعاقب عليها بالنص الشرعي ولم تتوافر الشروط بتتحول إلى عقوبة تعزيرية يقدرها الحاكم وفقا لقوانين العقوبات المقررة أو غيرها من التشريعات التي تقرر هذه العقوبات. وبالتالي ده يعاقب واحد ارتكب جريمة يعاقب بالجريمة التي ارتكبها، والجريمة لها يعني عقوبات مقررة، وإذا ما حصل منه هذا الأمر فإنه توقع عليه هذه العقوبات. لا يحتاج الأمر إلى بحث ما إذا كان مسلم أو كافر، كل إنسان يعتدي على الحرمات وبما يمثل جريمة من الجرائم المعاقب عليها تطبق عليه العقوبة التي تليق بفعلته. عظيم. وذلك دون بحث بقى في عقيدته أو في دينه أو دي مسألة زي ما حضرتك أشرت، القضاء دي لها ساحات القضاء، مسألة عقيدته إذا كان مسلما أم كافرا. نعم. يحسمها لكن القضاء. القضاء دي قضية، لكن هل يعطل ذلك أن يوقع عليه العقاب؟ يعني لو إحنا مسكنا الولاد اللي هم فجروا المسجد. الروضة، دول ينزل بهم العقاب. هو الجريمة الإرهابية برضو أما كفرهم من عدمه فهذه قضية أخرى. يعني في حاجة يا أستاذ أحمد، الجريمة الإرهابية لها سمة إنها بتدمر المشروعية، يعني اللي بيقتل عادي بيقتل واحد لكن معترف أن هناك قانون وإنه هيحظى لهذا القانون. الجريمة الإرهابية ما بتقفش عند هذه الحدود، ده بتدمر الدولة والتشريع والقانون وبتخرج على النظام. ولذلك سميت جريمة الإفساد في الأرض. ولذلك هم عندهم حتى سيد قطب وعبد القادر عودة لما كتبوا في القانون الجنائي الإسلامي وفي التشريع الجنائي الإسلامي قال لك أنه بمجرد أن يخرج لقتال غيره قد وضع حياته موضع الاستحلال، هو اللي أحل دمه. ولذلك ما تنتظرش معاه تحقيق، لا تنتظر أنك أنت تقبض عليه وتقول له أنت عملت كذا وخليت كذا وأنت منسوب إليك وتجيب له الشهود ويستطيل القضاء عليه إلى هذا الحد، ولكن يجوز قتله. لأن أنت لو انتظرت حتى ينتهي من عمل ومن جريمته هيقضي عليك. تمام. ويفسد المصالح اللي انت واجب عليك انك انت تحميها. وبالتالي يجب ان نفرق بين هذين الامر، الجريمة العادية بتعترف بالتشريع
وان اللي بيقتل بيبقى عارف انه هيخضع لهذا التشريع ويطبق عليه العقاب وفقا لما ينص عليه. الارهابي لا، بيدمر التشريع وبيدمر الدوله وبيدمر القائمين على التشريع، ولذلك كان من المفسدين في الارض وما اتحققش معاه بقى، استحل دمه، يستحق التحقيق، استحل دمه في اللحظه التي يخرج فيها للقتال. عباره عبد القادر عوده يقول: لانه بخروجه على النظام والتشريع قد وضع حياته موضع الاستحلال لمن يقتله. عظيم. فلا يجوز ان انت تتردد في هذا الامر وتقول لي هو كافر هو مسلم، هذا يعني تمحك في مساله لا يجوز التمحك فيها، ولا يجوز ان توقفنا عن انزال العقاب بهؤلاء. تمام. ختاما استاذ محمود، اذا كان من ثمه افكار تجمل بها شتات ما تحدثنا فيه مع حضرتك. حقيقه يعني اريد فقط ان اوجه رساله الى الازهر الشريف وكل علمائنا الافاضل. انتم مؤسسه يقع عليها العبء الاكبر، وليست المؤسسه الوحيده، هناك مؤسسات اخرى، المؤسسه الاعلاميه، الاسره، التعليم، امور كثيره، ولكن الازهر يجب ان يكون هناك تنقيه للمناهج، ويجب أن عندما يدرس فكر مثل فكر ابن تيمية يجب أن يقال أن هذا الفكر وليد عصره. يعني فتوة هم استندوا لإيه فتوة المسجد ده يا دكتور؟ فتوة التطرس بتاعت ابن تيمية، صح؟ لا، استندوا لها. هي دي، هي دي. التطرس ليس عند ابن تيمية، عند كل الفقهاء بغض النظر، يعني يتقال بقى ما يتقالش إنها تطبق دلوقتي. بس عايز أقول لك حاجة عشان أطمنك برضو يبقى الكلام في محله. تمام. جميع مناهج الأزهر الشريف في كل المراحل، ابتدائي اعدادي ثانوي، تم تطويرها ولا يوجد فيها كلمه واحده يمكن ان تكون مدخل للتطرف او للارهاب. جميل. فانتهت القصه. يبقى تجاوز يبقى تجاوز الامر هذا الحديث. فتوى التطرس دي موجوده في منهج الازهر؟ لا، ده هي الفكره ايه؟ ده هي اصل في دراسه القواعد الفقهيه يقول لك دفع المفسدتين، اذا تعارضت مفسدتان روعي اخفهما بارتكاب اشدهما. فروعي اشدهما بارتكاب اخفهم. يعني دلوقتي في 3 4 تطرس بهم مش المحاربون في وده فن تنظيم القتال، لا يتعلق الامر بمساله مثل هذه الجرائم، وانما يتعلق بفن تنظيم المعارك اثناء سيرها. تمام. لو انت معاك الاعداء تطرسوا باثنين او ثلاثه من ابنائك، وانت لو تركت هؤلاء الابناء وتطرس بهم المقاتلون المعتدون وهجموا علينا، سيكون هجومهم سيجهزون على المدينة بأكملها. المدينة بأكملها. يبقى هنا انت تتوازن بين مفسدة أشد وهو الهجوم على المدينة وضياع مصالح الدين والدنيا بالنسبة للغالبية العظمى من الناس، أو التضحية بهذا العدد القليل الذي تطرسوا به. يعني هي مبنية على قاعدة فقهية بتقال في هذا الموطن وفي غيره من المواطن. يعني لو إن الطبيب وجد عضوا فاسدا في بدن الإنسان، هل يتركه حتى يهلك البدن كله ولا يبتر هذا العضو؟ التضحية بالعضو بتنقذ. أنا ضحيت بالمفسدة الصغرى في سبيل إنقاذ المصلحة الكبرى في هذا الأمر. فهي مسألة فنية بتصاغ وفق قاعدة شرعية، لا ليس تطبيقها هو هذا الامر فقط، ولكن في كل التطبيقات الذي تتعارض فيها المصلحه مع المفسده. ولكن هم استدعوا إيجاز النقطه الاهم، تجديد لغه الخطاب الديني بشكل عام ومضمونه ايضا. لا يصلح ابدا ان نظل نتحدث عن عذاب القبر وعن كذا وعن كذا ونترك احوالنا ودنيانا التي يجب ان يتوجه اليها الخطاب الديني. ماذا إذا قال الخطاب الديني بأن الجهاد ليس القتال ولكنه جهاد النفس أولا، جهاد من أجل العمل وإعلاء شأن الدولة، جهاد من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع؟ يجب أن تتطور لغة الخطاب الديني. تمام. والأزهر هو المسؤول عنها. عظيم. صحيح. مع أنا معك في هذا. أنا معك في هذا. إحنا لا نهمل الجانب الدنيا لأن في بعض زوي الأفكار التي تريد أن تجر الناس إلى أبواب القبور. تمام. وحريصين على هذا الأمر إن هو يغيب عقلك حتى لا تعمل للدنيا، وحتى يسحب الناس البساط من تحتك وتمد يدك لهم طالبا العون منهم. يجب أن نعمل للدنيا كأننا نعيش أبدا، وأن نعمل للآخرة كأننا نموت أبدا. ذلك ما يجب علينا في هذا. أشكركم وشكرا جزيلا الأستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. خالص الشكر لك الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، شكرا جزيلا لك. شكرا بارك الله. شكرا. أشكركم مشاهدينا في الختام، وغدا إن شاء الله حلقة جديدة معكم مع الناس. إلى اللقاء.